اليوم احنا في منزل التاريخ، حياكم الله. في منزل التراث والثقافة والإرث الجميل اللي موجود في محافظتنا، محافظة الطائف في مملكتنا. أنا أتحدث عن الجميل والقدير الأستاذ مهدي فرحان. أول شيء حياك الله. الله اليوم احنا في زيارة مركز حي اليمانية والبلد والأحياء المجاورة حتى نسلط الضوء على بعض الأشياء الثمينة اللي موجودة في محافظتنا الجميلة، وانت خير من نجيه وناخذ منه هذه العلوم. وفي البدايه خليني اول شيء اخذ منك، مع اني انا اعرفك، المعرف لا يعرف، لكن انا اتمنى اني اسمعها منك انت. حياك. لو سالتك يا عم مهدي، مين مهدي فرحان؟ مهدي فرحان مواطن من جمله المواطنين، بس انسان له محبه وله مشاركات. اكيد. انا من مواليد حي اليمانية بالطائف. ما شاء الله تبارك. عام كم؟ عام 66 هجرية. انت دائما طبعا انت ما تعترف الا بالتواريخ اللي... لا لا لا، بس علشان اسهل على نفسي. ما شاء الله بدل ما انقل من الميلادي الى الهجري، لكن نمشي بال عام 1366 هجرية، يعني احسب 76 سنة. ما شاء الله تبارك الله. من بغيت تزيد عليها شوية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. العمر كله. حكينا عن الطفولة اليمانية، عن طفولة الأحياء، مشاركة الأحياء، ألعاب الأحياء اللي كانت موجودة. كانت عندنا موجودة ألعاب، طبعا ما في عندنا وسائل ترفيهية زي الوقت الحالي. صحيح. الحاجة اللي تلقاها في الطريق تلقى لك علبة حقت صلصة فاضية، تأخذها وتخرجها وتسوي منها عجلات، وتسوي سيارة وتسحب فيها في الحارة. كان عندنا لعبة برضو، في لعبة ما حد يذكرها للسائلين، اسمها أول تطبطب. أول تطبطب. أول تطبطب. يكون الواحد كذا على الركوع ويجي الثاني من فوقه ويضغط على ظهره وينقذ ويروح. أيوة. عبارة عن جمباز، عبارة عن الصندوق حق الجمباز. هذا ما رشته أنا، لكن أقول لك هذا. كان في لعبة المكر، كان في لعبة الكبوش، الرن، البربر اعتقد برضو كانت قديمه، الرقوم هذه من اخطر الالعاب، حجر كبير كذا مدردم ويحط الواحد يده كذا على الحفره والثاني يرسلها عليه، احيانا تسبب له مشكله في الكف. والله بس كلها تعتبر. كان في لعبه الشرعت، كان في لعبه العشه، كنا نشارك حتى ايام الحج. تعرف خلا الشوارع، الناس راحوا حجوا، احنا كنا نشارك، ناخذ معنا صفيرات وعصاية ونقعد ندور على الحارة عسى نراقب اللي يدخل اللي يخرج اللي يسير. وهذه كانت لعبة بالنسبة لكم ولا كانت مراقبة حقيقية؟ هذه مرجلة. يا سلام. هذه مرجلة، بس ما احنا كبار يعني. يعني في حدود 16 سنة 17 سنة، بس 16 سنة ذيك الأيام كان رجال. صحيح. لكن صحيح. 16 سنة الحين كان لا خلاص، لسه يقولوا طفل. بعدين درست الابتدائي فين؟ درست الابتدائي في اليمانية. لا تقول لي ابن خلدون. أكيد. طبعا هذا دليل على أن ابن خلدون فعلا مدرسة عريقة ومدرسة قديمة. ابن خلدون برضو هذه لها تاريخ. كانت ابن خلدون قبل ما تيجي ابن خلدون، كنا ندرس في الشرقية. نجلس على حنابل وعلى بطحة. حتى الأستاذ لما يبغى يجي يعاقب واحد من الطلاب ما يضربه، يأخذ واحد حجر صغير من البطحة ويحطه في الإذن هنا ويفرصه يفرصه يفرصه إلى هني. بعدين انتقلنا، جينا عند فول اليمانية. أنا جاءت بيت القرى عند المطعم إيش الطازج، مدري إيش اسمه. أيوة الطازج حاليا. أيوة. قبله كنا في الحفر. بعدين انتقلنا في وبعدين جينا لابن خلدون في نفس الموقع اللي هو الان موجود، اللي هو كان فيه اللي فيه البازان والاشياء اللي فيها البازان واللي فيها المسجد. صحيح. لان مسجد ابن سرور، هذه كلها من ابن سرور الله يرحمه، عطيه من ابن سرور، اعطى للمدرسه واعطى للمسجد، وكان كل المنطقه هذيك كانت للمسيار، كانت كلها له. كملت تعليمي، تخرجت من الابتدائية. ذيك اليوم كان في معهد المعلمين. إيه؟ اسمه معهد المعلمين الابتدائي. بعدين ثانوي، بعدين جاء مركز دراسات. إيه؟ تخرجت منه. أنا درست السنة الأخيرة في جدة. أيوة. وتعينت في طريق المدينة في قرية اسمها غران، بين عسران وبين خليص.
حلو. كهرباء ما في. الله. سكن بيوت ما في. بقالة ما في. كل شيء ما هو موجود. يعني هذاك المثل يقول من زندك ولا موت. الله. تعجن عجينة عشان تأكل لك عيش. تروح تقطع لك أوراق من الخضرة وتسويها وتطبخها وتأكل منها. لحم ما في لأنه ما في ثلاجة. نأخذ من اللخم حق الحضارب. أيوة. السمك المجفف. أيوة أيوة المجفف صح. ونطبخ منه مرة نطبخ منه مرة نأكلها وهي ناشفة. هذه تقريبا عام كم؟ هذا عام 88. في 1388. وقعدت في 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 المنطقة ذيك. ما طولت سنتين. سنتين؟ طب طولت ما طولت. هذه إيش تقول الوضع؟ إجباري. وبعدين انتقلت. بعدين انتقلت للطائف. يوم جيت الطائف هنا عينوني وجهوني على الشفا. كان معايا واحد اسمه مرزوق عامر السفياني. كان معايا هناك في خليش. وجاء وجهوني ومسكين يطلع بالدباب ما في سيارات انا حسب الامكانيه بالدباب. وانقلب وانكسرت رجلي بس وتعطل ولا عاد درس. يا سبحان ولما جيت وجهوني في نفس المدرسه. ورحت المدرسة والله ما تصل هذه كلام ما في لا أسفلت ولا شيء كلها تطوع ونزول وعجار. المهم في الأخير رجعت على مدير التعليم وحاولت وقابلت الأستاذ أحمد معيوف السفياني الله يرحمه وكمان من أقاربنا. ليش عندك؟ قلت والله وجهوني أنا ما أبغى، أنا بطلع مدير التعليم أقول لهم رجعوني جدا ما عاد ولا مكاني هنا. قال لا لا بس تجي عندي هنا. إيش رأيك؟ قلت خلاص أجي عندك. بس جيت عنده في الإدارة. في الإدارة. جيت عنده مساعد رئيس قسم الحركة والصيانة والخدمات العامة. جات ذيك الأيام قضية التغذية وما التغذية. راح هو في التغذية. مشكوني القسم. ونشبت في قسم الخدمات والحركة لين جاء الإفراج عني بالآثار. أفرج عني بالآثار يلا خرجت منهم ورحت قسم شغل. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. انتقلت إلى إدارة التعليم. وعملت فيها رئيس قسم الحركة والصيانة والخدمات العامة لفترة طويلة. وكنت مشغوف بحب الآثار فكتبت عن الآثار يعني نبذ بسيطة، يعني ما هي ذيك النبذة اللي شاملة لكن نبذة بسيطة لفتت نظر المسؤولين في وزارة المعارف. جميل. على رأسهم الدكتور عبد الله المصري الله يرحمه كان توفى وإن كان حي الله يطول عمره. فراح لمعالي وزير المعارف الدكتور عبد العزيز الخويطر وشرح له وضعي على أساس أني إنسان مهتم بالآثار والتراث وكذا. فحبذ الفكرة وجه معالي الوزير بعمل وجه علي بعمل الآثار فقط. استمريت في عمل الآثار بالإضافة لعمل رئيس قسم الخدمات لأنه كان في ارتباطات في قسم الخدمات ما يعني من الصعب اني اتركها واروح عنها. فاستمريت فيها. هذا الكلام يعني في التسعينات تقريبا والله ما اذكر التاريخ بالضبط. لكن التوجيه حسم معالي وزير المعارف ان يكون مسؤول عن الاثار. وانا للاضاحة اول مسؤول عن الاثار في مدينة الطائف بالطريقة النظامية المسؤولة عن طريق معالي الوزير. لأنها لم تأتي عشوائية إنما جاءني هذا التكليف على أساس أني أكون مسؤول عن آثار وتراث مدينة الطائف لداخل المدينة أو خارج المدينة. هذا طبعا نتاج لمسيرة طويلة جدا من الاهتمام بالتراث والثقافة. طبعا لكل حاجة نقدر نثبتها لازم يكون في شواهد، وهذا أهم شاهد وخير دليل على ما بذلوا العم مهدي. احنا نتكلم عن شهادات قديمة جدا، نتكلم عن شهادات بعضها اكثر من 30-35 سنة 37 سنة. بوريكم ختم، شوف الختم هذا امارة منطقة مكة المكرمة لجنة التنشيط السياحي. شهادات من قبل ما يكون في طابعة اساسا. احنا نتكلم عن الآلة الكاتبة وشوفوا الخط كيف كان، بالاضافة الى المقالات اللي موجودة في الجريدة. شوف الصورة هذه. ما كنت شاب جميل والله يا عم مهدي. ايه 1405 يعني احنا نتكلم 1405 يعني 37 سنة تقريبا.
وهنا برضو المقال هذا في تقريبا في 1415 برضو يعني تقريبا 27 سنة 28 سنة قريب يعني. ايوه قريب يعني بالنسبة لك قريب، احنا بالنسبة لنا يعني ذاك العمر فين كنا. اهتمامك للآثار من فين بدأ ومن فين انطلق؟ والله أنا في بداية حياتي إنسان أحب البرق وأحب الشيد والمقراش، فأمر على المناطق والشعبان والجبال. يا سلام. وكنت يعني ألاحظ بعض الكتابات والنقوش والرسوم واستدرت انتباهي، فكنت دائما أحب إني أشوف. اكتشفت الموقع هذا أروح أدور موقع آخر، هذا الكلام كله قبل ما أكون مسؤول عن الآثار. بعدها طبعا جاءت المسؤولية وبدأت عاد في الحياة الأثرية والتراثية إجباريا. مسيرة جميلة جدا وعطرة.